والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. نعلن بعون الله تعالى عن تشكيل كتيبة حرائر العلمي في المدارس الحرة في حلب. نحن كتيبة ليس بيدنا سلاح ولا ذخيرة، بل نحن سلاحنا هذا القلم وهذه الحنجرة. شعارنا الهادف كان ولا زال لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس. وها نحن في حلب في مناطقنا الحرة قد سقط نظام هذا الطاغية، وليس للمجرم بشار حكم علينا. فعدنا لندرس ونبني دولة حرة نزيهة من كل ظلم، بريئة من كل خداع. وبهذا القلم سوف نسقطك يا بشار عاجلا أم آجلا، أنت ونظامك من كافة أرض سوريا الحرة. فنحن هنا صامدون ومستعدون للجهاد في أي وقت كان، وإلى جنود حزب الله والشيطان، فوالله إنكم لن تنجسوا أرض سوريا الطاهرة. وسوف نتصدى لكم رجالا وأطفالا، شيوخا ونساء بقوة إيماننا وأسلامنا. وعاشت سوريا حرة أبيا. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.